فشفنا كلنا الاسعار عماله تقفز ازاي حتى اللحظه دي. نقول هنعمل وزير التموين يعلن ان احنا هنعمل تسعيره ارشاديه واسترشاديه واجباريه. لا مش هنعمل ومش هتقدر تعمل وما فيش عندك المقدرات اللي تخليك تعمل، لان الاداره مش مساعداك. بالاضافه لاتحاد الغرف التجاريه رافض واتحاد الصناعات رافض والكلام ده كله. احنا كافراد جربنا دي في ايام عبد الناصر وكلنا لو بس كلكم شباب، مش شايف حد كده عجوز زي حالاتي، كلكم شباب ما شاء الله. انما كنت تروح للراجل الفكهاني وبتاع الخضار ما تلاقيش عنده، وشويه خضار ده مدعبلين، ايه يا عم ده؟ مش عايز التسعيره؟ ده اللي موجود. طب يا عم ده المرات بتتوحم على البطيخ. خلاص يعني انت لو مصر قوي قابلني في الشارع اللي ورا وياخدني يفتح كده ايه تحت بير سلم يديني بطيخه بس ما تلتزمش بالتسعيره. ف وكان ايام عبد الناصر في شرطه تموين، النهارده ما فيش شرطه تموين. احنا كمان مش هنساعد دوت، يعني ايه؟ انا ساكن في منطقه شعبيه وفي ست غلبانه بتبيع عناصر خضار وفاكهه وعندها شويه اولاد وجوزها متوفي. فلو جه النهارده بقى الشطاره على الست دي، انت بتبيعي الطماطم ب 2 جنيه والتسعيره ب 190. هل اهل الحي هيسمحوا لبتوع الشرطه انهم يمسكوها؟ هيضربوا بتوع الشرطه. وباختصار شديد هيقول له يعني انت جيت على الست الغلبانه وسايبين الحيتان الكبار اللي عاملين يسرقوا بالمليارات. فاحنا مش هنساعد التجربه. انا اول واحد اروح اقول له والله مراتي بتقول ان انا ما بعرفش اشتري، خد يا عم الفلوس انت عايزها بس دي بضاعه كويسه. من اجل هذا وذاك يبقى الراجل ده بيهرج، ما بيتكلمش كلام موضوعي. لكن بقول في ظل الكلام ده انه مع التضخم زادت معدلات البطاله. ليه؟ لمجموعه من الاعتبارات. جزء منهم رجع لي من دول الربيع العربي كانوا بيشتغلوا في ليبيا و جزء تاني حالة الركود اللي في المجتمع، جزء تالت كان مرتبط بالسياحة اللي تقلص أعدادها. وبالتالي احنا شايفين، انا كنت يعني حد كده حب يجاملني وعزمني في رمضان في احد الفنادق العظيمة في على نيل القاهرة. ما كانش فيه غير الترابيزة اللي عزمني عليها وترابيزة تانية فيها اتنين اجانب. فبسأل مدير الفندق ايه يا سيدي؟ قال بصراحة انا جايب لكم الاكل من بره. نسبة الاشغال في الفندق 1%. شاكرين، ما هو 1% ده هل هيحتفظ بالعماله كلها اللي عنده؟ لا، هيتخلى عنها. لان 1% ده ما يجيبلوش فلوس تكفي بس مرتبات العاملين، فابتدى يبقى في تخلي عن العماله في القرى السياحيه والفنادق. واحنا عارفين السياحه بيشتغل فيها بشكل مباشر 2.5 مليون وبشكل غير مباشر 3 مليون، يعني 5.5 مليون مواطن بيشتغل في قطاع السياحه، والسياحه بتشغل مجموعه كبيره جدا من الاشياء الاخرى. انا مش عارف كل شويه حد بيعمل كده، ايه الفيلم خلص ولا ايه؟ لا لا ازاي بقى. فهذا القطاع المهم بيشغل بدءا من خطوط الطيران الوطنيه الى خطوط النقل الى الفنادق والمطاعم الى مطاعم الى محلات بيع الهدايا الى الى الى. ولذلك في مصطلح جميل قوي يقول لك التصدير من الداخل، مش اصدر بره، انا بصدر جوه. الاجنبي بيجي لغايه عندي ويشتري منتجاتي، وبالتالي بقيت بصدر له بس من الداخل. فكل الكلام ده بيتأثر، طبعا بيتأثر.